مع أنهم تحدوه. في حدث عالمي هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب، شهدت تعز إقامة مؤتمر تيدكس تعز، شارك فيه 11 متحدثا ومتحدثة من مختلف المجالات والاختصاصات. قدموا قصصهم وتجاربهم وأفكارهم بطريقة مبسطة ومشوقة تحت شعار الإلهام. وشارك المتحدثون جمهور المؤتمر بجزء من رحلتهم الشخصية أو المهنية، وكيف استطاعوا أن يتغلبوا على التحديات والصعاب وأن يخلقوا فرصا جديدة للتعلم والابتكار والتأثير. عمق تيدكس من داخل الحدث الأكبر في تعز تيدكس كمتحدث، نكرر نفس ما قلناه داخل تيدكس، أن الحل دائما موجود وأن ربي ما يغلقش، هي عبارة للجميع، لكل إنسان تقف في عوائق، أن دائما في هذه العوائق هناك باب، هناك حل، تحتاج أن توقد شمعة سترى الحل والباب ويكون حالك أفضل. حالنا في تعز أفضل ما كنا عليه سابقا، وبإذن الله مستقبلا سنكون أفضل ما هو عليه الآن، ونقول للجميع أن الحل دائما موجود. حضور كبير شهده المهرجان الذي صاحب انطلاقه مع رضا للصور القديمة في تعز، ترافقت مع عرض قصة المؤرشف فهد الظرافي، بالإضافة إلى معرض للرسوم لعدة فنانين وأركان أخرى كثيرة عكست جانبا من الإبداع والحياة في تعز. ومثل المؤتمر فرصة لإظهار الجانب الإيجابي والمشرق لتعز التي تعاني من الحصار والحرب والفقر والأزمات، كما كان المؤتمر دافعا للشباب اليمني ليستمروا في مطاردة أحلامهم وطموحاتهم رغم كل الظروف الصعبة. فريق شبابي متطوعين ومتطوعات مكون من أكثر من 150 متطوع متطوعة من مختلف المجالات من مختلف الفئات العمرية لإيصال رسالة قوية عن تعز ولتحقيق رؤية الحدث، والتي هي حدث يبعث الأمل ويلهم للنهوض والعمل، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة ومن خلال أفكار المتحدثين التي هي فعلا أفكار تستحق الانتشار من خلال منصة تيد وتيدكس. وأجهز البرنامج بجهود تطوعية من مجموعة من الشباب الذين استغرقوا نحو 6 أشهر في التخطيط والإعداد. وتمثل إقامة فعالية تيدكس في هذا التوقيت أهمية كبيرة، لأنها تعيد التذكير بصورة تعز الحقيقية التي حاولت الحرب طمسها وإخفاءها. طه صالح، لبرنامج أسبوع البلد، تعز.